خلينا طبعا نبتدي من يعني حفل افطار الاسره المصريه اللي شهدوا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المواطنين البسطاء وايضا المسؤولين في الدوله على هامش طبعا افتتاحه لعدد من المشروعات بمدينه بدر. انا استوقفني النهارده استاذ عبد الحليم الحقيقه اسلوب الرئيس في الحديث مع المواطنين البسطاء، استماعه ليهم وللاراء المختلفه، استماعه بسعه صدر ايضا. قولي شايف ده ازاي؟ ودي حاجه احنا الحقيقه بنلاحظها على الرئيس، يعني خلال اي فرصه بيكون فيها لقاء مع مواطنين من عامه الشعب بيكون بيسمع لهم وبياخد وبيدي معهم في الكلام. يعني طبعا فكره الناس هي الاساس لدى اي حكم رشيد، يعني فكرة التواصل مع الناس أو من خلال هذه المناسبات طبعا مطلوبة، أو من خلال ما يجري أحيانا من نزول الرئيس الميداني ولقائه ببعض المواطنين بطريق المصادفة. اللي عاوز أقوله ببساطة شديدة، هذا بلد كبير جدا، هذا البلد الكبير فيه مشكلات كبيرة جدا، لا أحد ينكر أن هناك إنجازات كبيرة توالت في السنوات الأخيرة بالذات، لكن التحديات دائما أكبر، لأن أي محاولة لإجراء أي تقدم أو مواجهة أي تحدي بتجلب بذاتها مزيدا من التحديات، والتقدم سيرة لا تنتهي. الفكرة ما جرى اليوم من افتتاحات، طبعا يعني الكلام عن 67 ألف شقة سكنية في مدينة بدر أو في العبور أو في القاهرة الجديدة أو في 15 مايو أو غيره، وفكرة الكلام عن الإنجازات في مجال السكن على سبيل المثال هي يعني استنادا للبيانات الرسمية التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أو الدكتور عاصم الجزار في بيان صدر اليوم عن وزارة الإسكان وتلا. أنا أعتقد أنه في لا أحد يستطيع أن ينكر أن في هناك نهوض كبير جدا في فكرة السكن. مشكلة الإسكان دايما نقول أنه مصر ما فيهاش مشكلة مساكن، مصر فيها مشكلة إسكان، يعني فكرة أن عدد الوحدات السكنية القائمة في البلد أكبر من عدد طالبي هذه الوحدات، لكن المسافة بين طالبي الوحدات السكنية وبين هذه الوحدات وبين السكن الحقيقة مسافة فيها أشواك كثيرة جدا لعلها ما ارتفاع الأسعار. دخول الدولة طرفا في الموضوع ما كان ملحوظا في السنوات الأخيرة، ست سنوات الأخيرة من 2015 كما قيل في البيانات الرسمية، وهذا في تقديري كلام في محله تماما، حصل قفزة كبيرة في بناء هذه الوحدات. يعني من متوسط 42 ألف وحدة سكنية كل سنة كانت تبنيها الدولة بين عامي 1976 لعام 2005، إلى من 2005 ل 2015 كلام عن 48 ألف وحدة سكنية كل سنة، وصولا إلى ما يقدر ب 225 ألف وحدة سكنية كل سنة، في ضوء احتياجات بيقال إنها بتصل إلى 500 ألف وحدة سكنية مضافة كل سنة. طبعا الدولة فكرة الدعم الذي تقدمه في إطار هذه الوحدات كتخفيض نسبي بالنسبة للأسعار القائمة في السوق، اثنين بعض التسهيلات سواء تسهيلات نقدية مباشرة تخلي عن حوالي 65 ألف جنيه في كل وحدة، إضافة لفكرة ثمن الأرض والمرافق وغيرها وغيرها، وإضافة لمشروع التمويل العقاري الذي أقر مؤخرا اللي بيمد في فترات السداد إلى 30 سنة أحيانا بفائدة 3% متناقصة. كل هذا الكلام في محله تمام، لكن علينا أن ندرك بالمقابل أنه انه احوال البلد واحوال السكان في مجموع السكان طبعا لابد ان ندرك في المقابل ايه مستوى الدخول، مستوى الاجور في البلد، تفاوت الثروات المرعب في البلد، امكانيه الوصول الميسر لهذه الوحدات. هذا هو السبب، يعني فكره وجود احوال اجتماعيه محدده في جانب ووجود انجازات في جانب اخر، لا يمكن ان احنا نتنكر الانجازات، لكن في نفس الوقت يجب ان نضع نصب اعيننا فكره تيسير وصول الوحدات السكنيه المتاحه. البلد لا يعاني من نقص وحدات سكنيه، البلد يعاني من انه اجيال وراء اجيال تريد الوصول الى هذه الوحدات في ظل اسعارها المرتفعه جدا. طيب.